تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، لقاءكم الرياضي على شدا اف ام، برنامج البطوله يعود اليكم في هذه الايام. ونعتذر على هذه الثلاث ايام الماضيه بسبب نزلات برد، هي كيكون هذا الوقت راه هضر عليها فخر الدين شحال مره، كتجي بعض الاعراض وتفاديا للمخالطه، تفاديا انك باقي ما كتعرفش شنو كاين، فالواحد يشد راسه ويحبس راسه، وهذا ما فعلناه. شدينا ريوسنا وسمحوا لنا مستمعينا الكرام، لانه هاد الثلاث ايام غبنا عليكم. كابتن فخر الدين، تحيه لك اخ منير، وتحيه جميع الصديقين والصديقات، وكيف سبق لك شرتي ف وعلى سلامه انت وحشنا. وما عندك ما دير منير، ما عندك ما دير، تقريبا ما كاينش شي واحد ما كتلقاش معاه ما تيقولش مريض ولا ما عندوش العائلة، وكان ما كتعرفش شنو. ايوا قلتي واحد الكلمه مزيانه، ديما مولي ما كتكونش عارف اش عندك. دابا هذيك قضيه المزنه ديال البرد ما بقاش داخله في كي كنقولوا ديما الصفقات تحيدات ما بقاتش كاينه، يعني جوج الحوايج عندك خصك تمشي تدير تيست ولا هذا. نتمنوا ان شاء الله الناس نتمنى لهم الخير والصحه ان شاء الله، وكيف قلتي توحشناهم كيف هما توحشونا وكيسولوا علينا. شكرا لهم، لان واحد العدد كبير ديال والله الاصدقاء وداك الشيء كيبحثوا مساكن وكيسولوا، وهذا هو اللي كيخليك على انك حتى ولو كاع تكون مريضه منير الا كنتي قادر توقف وتهضر كتجي باش تتلاقى مع الناس وتحاور معاهم. ولكن كيكون عندك واحد الالتزام انك غتجي لمقر العمل عاوتاني، شكون غتخالط انت شتيت. حنا عندنا دابا حنايا ما كاين حتى شي مشكل، نتمنوا الشفاء العاجل للاصدقاء ديالنا والاخوان ديالنا اللي كيشتغلوا معنا هنا. والمزيد ضرب الحيطه والحذر، ما بقاتش غير ديرك ماما. لا ما فين ديرك ماما وحاول ما امكن تبعد في هذا التدوز هذه الموجه هذه، تهد البرد وهذا كل شيء ما تعرفش اش. وبداية حلقة اليوم فخر الدين، تعازينا الحارة للعائلة الفنية في وفاة السي عمر الدخوش. تقدى تورات اغاني كلها تورات شعبية، عندهم هذاك الديسك كيبقاو يغنيو عليه ديال الكبدة وهذاك الشيء اللي عقلتي عليه السوق وهذا. إلا بقيتي كتصنت كيسحب راسك نيت راك في تيرمون السرد. الله يرضي عليك الغنى كيبداو كاين يعلم الله اش كاين، طار الدار بوف باب الرحبة. انا غادي نعاود نقول نجدو ات الله يرحمه كيدير، الله يرحمه، وكيعطيني فينا هو. انا ما عندي والله يرضي عليك، نعطيك اعطيني فينا هو، فين كان واش شفتيه انت في شي تلفزيون، شفتيه في شي راديو، شفتيه في شي جمعيه، شفتيه في شي حاجه. انا نعطيك اخر هذا هو المشكل، اخر لقاء كان ليا معاه مع واحد المجموعه ديال ايامات، كان واحد البرنامج مع السي محمد ابو سائل سميتو ليله الوفاء. كانت الحلقه على العربي الزاولي، فكان اللقاء ديالنا في الدار ديال العربي الزاولي عند مي فاطمه في حي المحمدي في تيران طاس، وكان معنا السي عمر الدخوش، لان كان عندهم واحد الارتباط بالعربي الزاولي حتى هما، وداك الشيء اللي كيحكي انا تسمعهم في برنامج في عين الشق على الراديو ماشي تلفزيون، اذاعات جاويه. تسمعهم في الليل شي جنه، والله ما عقلت شكون اللي كان الضيوف، عدد كبير من الفنانه وداك الشيء، وعرضوا عليا وهي هذيك، وكانوا جالسين حتى هما، وكانوا جالسين واحد عدد كبير ديال الفنانه، فالله يرحمه مسكين ويرحم واحد عدد كبير من الاصدقاء ديالنا والاخوان ديالنا والفنانين ديالنا اللي عطاو الشيء الكثير لهذا البلد هذا. والسيد وزير الثقافه والتواصل والشباب، الله يجازيك بخير، لا انت ولا من يدور في فلكك شي التفاته، راه الفنانين كيموتوا. انا سمعت ذاك النهار واحد القضيه، حنا راه الناس كتموت منير، راه عرفتي علاش؟ سمح لي فخر الدين، لانه الفنان ولا ذاك المثقف ولا هذا، راه كاينه ذيك النفس وديك راه ما يخرجش، راه ما تلقاش، ما يطلبش خارج، يقول لك على الله ما يخرجش، راه مكمدينها وساكتين. كاين دابا مسكين اللي تحت الغطاء ديال الزوجه ديالو ووليداته، الا سخر لهم فيهم الله والله العظيم، وكل اللي ما عندوش. اش كنقول لك انا، هما اللي كيكونوا. انا كنقول ذاك النهار تفكرت فاطمه خير، وكانت قالت هي سمعتها في واحد النهار كتقول لهم بانه الفنان خصو نتمنى يكون. انا جيت ذاك النهار فاش دازت قلت لك انا هذا الصوت مزيان يعاون الفنانه، علاش انت كتسنى كاع الوزير؟ هذا الصوت كيمثل الفنانه وهي فنانه، قلناها الوصي على القطاع زعما. مزيان 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 مزيان. فتحية لكل مستمعي الكرام، وتحية لكل مشاهدينا على صفحة الفيسبوك. بطبيعة الحال يعني تف الحلقات يعني انطلاقا من اليوم حتى نهاية الكان، ان شاء الله نبقاو نتمنى نبقاو غادي حتى الاخر.
فلا صوت يعلو الا على هذه الاحداث اللي قبل من الكاميرون اللي قبل من الكان مباريات وديه اللي كتلغى الخصم الاول لكل المنتخبات هو كورونا لان كورونا غادي تلعب دور كبير في تحديد النتائج ديال هذه الكاس ديال هذه السنه. فحنا غنبقاو مواكبين مستمعينا الكرام معكم من خلال برنامج البطوله وانطلاقا اليوم الاثنين ان شاء الله مع واحد لادابتاسيون مع فيرسيون كان البطوله مع المتابعه ان شاء الله ديال المباريات الفريق الوطني المغربي. انا قبل ما ندخل معك لكره القدم واحد الحاجه زوينه مزيان نذكروها. صدفه انا كنت سارة ونلقى واحد البلاغ ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله. بلاغ ديال الجامعه ديال كره السله اشنو فيها فخر الدين؟ والله الا واحد الصيغه زوينه فيها سيدي كيهضروا على واحد البلاغ كانوا نشروه ديال ابيل دوفر المدير التقني يعني للراغبين في تولي المنصب ديال المدير التقني للجامعه يجيب المشروع ديالو يجيب كذا كذا كذا. البلاغ ديال الجامعه الملكيه لكره السله قالت راه تم التوصل بالملفات كذا كذا وتم الاستقرار على واحد خمسه الناس هما اللي غيديروا المقابلات الشفويه هما اللي غادي وعطاو الاسماء ديال هذوك الناس. ما خصناش شي حاجه في كره القدم بحال هكا. غادي هو الشفافيه وكنظن بانه اللي غادي ياخذ هذا المنصب غادي يكون المنصب مستحق يعني داخل بروجي داخل بيان سيور وفيه منافسه كاين رضوان حداني مولاي هشام وحيدي عمر النوحي والعمري نور وحسن حشاد هادو هما الاسماء اللي قال لك الاسبوع المقبل اعلان على الملفات المقبوله وتحديد تاريخ اجراء المقابلات الشفويه. مزيان ولكن ملي غتجي تهضر في كره القدم فخر الدين مزيان بحال هكا شكون هذا اللي غيستقبل الملفات وشكون اللي غادي لك المقابله الشفويه؟ لا ما تفهمش صعيب دابا الباسكيت بحال كيقول لنا بحال كيذكرنا تيقول لنا كنا كنعتبروا الباسكيت ديما واحد لو سبور في ناس مثقفين رياضه المثقفين دابا كيزيد ياكد لك بهاد ملي كتشوف هاد الشيء اللي لاحظناه دابا والبلاغ تيبين منير بانه راه ما غلطناش الباسكيت ولا الفولي كنظن ولا الهوند بقينا كنشوفوا في ديك الشوفه ديال المدرسه وديال الكليه ولا اللي بغيتي ديال الثقافه فما يجينيش انا غريب وحتى الاسماء اللي دابا اللي هي شتيها اسماء اللي انا نعطيك غير بحال دابا حشاد حسن حشاد وانا ملي كتقول حسن حشاد وكتشوف التاريخ ديالو اللي دوز كمستوى ديالو بعدا كلاعب الاشتغال ديالو ديال فهمتي واحد العدد كبير قبل عامين كان كندير الاشاره حتى واحد لا مش اشاره كلهم اصدقاء ديالنا قبل عامين غير علاش بغيت نعطي شوف الا كنهضر على حشاد كنهضر على الدراري كاملين ديال الباسكت بدون استثناء فهمتي اش بنقول لك غير بحكم القرب ديالي من هاد الاطار كصداقه كان في الوداد كان في هذا كانت كتربطنا علاقه وبقى الان مولي كتربطنا علاقه الحمد لله هادشي اللي كاين وانا هذيك العلاقه كنقول راه هي كتجمعني ما بين كاع واحد لقيتها بالخدوج الله بشعيب حراس عدد كبير ديال اللاعبين اللي كان عندنا واحد المنظر كنا كنمشيو نتفرجوا فيهم وكيجيو كيتفرجوا فينا حنا الباسكيت ما عمرنا ما غادي نقصوا من شي واحد وحنا كي قلتي انت منير انا عارف بان كاع هادو اللي دفعوا لي سي في ديالهم لي بروجي ديالهم غيكون عندهم مستوى كبير حيت انا كنشوفهم اللي كنشوفهم خدامين حتى من المدربين تبارك الله ملي كنشوفهم سير لو بون كيبان لك انا المدرب اللي تبارك الله كيبان نوع على الاقل غير على صعيد الانديه كره القدم يكون بحال هادشي بغيتي مدير تقني مدير رياضي ارى نشوفوا بعدا شكون ارى نسمعوا ليك ارى شنو اللي كاين ماشي فقط غير غادي نوض انايا ونتفقوا وندير لك اختيار ونجيب فلان بالفلان ونحطوا مدير تقني ونخلي الناس كتسول شكون هو هذا واش عمرو يلعب واش عمرو دار راه هادشي هذا هو المشكل هنا كتحيد كاع الاشكاليات. وبغيت نختم معك بواحد الصوره اللي نشرها واحد من المنقبين السي عبد الكبير مروان المنقبين اللي تعرفت علينا شخصيا مع الرشاد البرنوصي في واحد الوقت وكان اشتغل مع الفرع ديال اكاديميه محمد السادس في الدار البيضاء وما خلاه مع من اشتغل مروان نشر واحد الصوره في البروفيل ديالو واحد الصوره انا كنتمنى المهدي هو غادي ينشرها ديال الفرع اكاديميه محمد السادس في الدار البيضاء فيها ثلاثه ديال اللعابه باقيين صغار فيها توفيق بن طيب ديال منتخب الشبان في الاكاديمي فيها عبد الله حيمود وفيها عز الدين اوناحي اللي استدعاه وحيد خليل وزيتش اللاعب ديال اونجي ثلاثه ديال اللعابه هما تقدروا تشوفوا الصوره اللي غادي يقدمها لنا المهدي بمعنى ان الانطلاقه دائما خصها تكون من واحد البلاصه الانطلاقه خصها تكون من واحد
هذا المشتل من واحد المشتل اي لا بيبينيير ديما كانت من منذ سنين وسنوات ديما كانت فحال هكا خصنا نرجعوا ل فين هما هاد المنقبين فين هما انا كنت داك النهار راه اللي عوض المنقبين هو هاد الدبلومات اللي ولاو دابا اللي كتمشي كتدخلو وتقول لي خصك تقرا وكدير وكدير الوغ كو هو ما كاين حتى شي حاجه انت كتقول لي كتسولني شي اسئله في شكل دابا انت كتسولني شي اسئله في شكل دابا فين هي كتقول لي المنقبين فين هما فين هما المنقبين والله كنهضر على مروان واحد عدد كبير فحال مروان في المغرب في المغرب ما نقولش الدار البيضاء في المغرب الا فيما كنا كنسافروا حنا كنمشيو للخريب كاع نمشيو لسيدي قاسم سطات نمشيو لهذا والا كاين شي واحد شي اسم كيشتغل تما معروف هو اللي كيقول لك انا كان عندي هذا كان عندي هذا كان عندي هذا هادشي ما عرفتش فانتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله مستمعينا الكرام تحيه للمستمعين الكرام وتحيه لمشاهدينا صفحه الفيسبوك بعد قليل غنقرا تعليقات ديالكم فتحيه لكم جميعا انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام تحيه لكم مستمعينا الكرام نذكركم بالموعد ديالنا دائما لتبادل الافكار والنقاش انطلاقا من 4:30 ان شاء الله على الارقام الهاتفيه 05 22 36 10 35 05 22 36 05 36 رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع خلال الأيام الأخيرة في عقاب الخرجة الإعلامية الأولى ديالو فاش هضر على الزلزولي وهضر على واحد المجموعة ديال الأشياء كانت ليه خرجات أخرى متفرقة في مجموعة من وسائل الإعلام أنا الحاجة اللي مزيانة مزيانة الحاجة اللي خيبة خيبة وحي على واحد الخرجة إعلامية كان دارها موفقة مزيان بحال إلا مشى وراجع راسو في ذاك الخطاب ديالو ديال الانفعال وداك الشيء وكان متزن وخاصة فيما يتعلق بعبد الصمد الزلزولي مزيان بحال هذاك الخطاب حنا راهو المغرب حنا اللي خاص اللعاب يجي يلعب عندنا ولكن ما خصناش نتعاملوا معاه بمنطق هتلر ديال الزروطة بغيتي تجي لا ولدنا هذاك باقي صغير خليه مزيان الابواب مفتوحه للمنتخب ولكن حنا راه ما كنتبعوا حتى شي واحد عجبني هذاك الشكل باش تكلم فوزي القجع انما ما كل الاشياء تؤخذ بالانفعال لان الانفعال اللي كتبدا تجاوب على بعض الاسئله وكتبغي تجاوب على بعض الاشياء كيطيحك في بعض المغالطات ولا كنا غادي نطيحوا في مغالطات بيناتنا حنا كمغاربه ما كاين حتى شي مشكل بحال واحد النهار في ليله الجمع العام سؤال على الزاكي لا الزاكي في مكانه وباقي في مكانه ولكن الغد ليه راه اخيل من منصبه المغالطه ملي كتكون كتضرب باسم المغرب وناس اخرين من خارج المغرب كيبقاو يضحكوا علينا لا هذه ما نتمنوهاش سي فوزي القجاع وانت تجيب على واحد السؤال وكتهضر بهذيك ديال انا جمال بالماضي ما تنعرفوش وما عمرني ما تلقيت به في حياتي حشومه وانت من نادى على جمال بالماضي في الحفل ديال الكاف وانت اللي قلتي بانه افضل مدرب في القاره وسلمتي عليه وعطيتيه تروفي عمرك ما تلقيتي به في حياتك فالانفعال انفعال والاجابه على التساؤلات كتبقى خصها واحد الاطار اخر وراه ما غاديش نكونوا مغاربه اكثر من بعضياتنا راه كلنا مغاربه وملي غيوصل نهار اثنين فاش غادي تبغي تلعب ليكيب ناسيونال راه ما كاينش اللي ما غاديش يبدا يفيبري عاوتاني وكيتفرج في ليكيب ناسيونال بالرغم من كل القراءات ومن كل الاشياء اللي كنكونوا درناها قبل المنافسه انا بغيت نسول فخر الدين على الاجواء دابا ديال ما قبل كاس افريقيا او ككل كاس افريقيا عشتيها نتايا واش بحال ما يمكنش واش هذه مختلفه عليهم ولا شوف كل تظاهره افريقيه الا وعندها رجالاتها وعندها لاعبين ديالها وعندها بزاف ديال الحوجات اللي ما كيكونوش وقعوا بحال دابا تكلم معايا اكثر من مره مشينا بمنتخب اللي هو قوي بلاعبين مرشحين فوق العاده مرشحين ماشي حنا اللي كنقولوها ماشي كنا ولكن اغلبيه ديال واحد الساحقه ديال المتتبعين تيقول لك حنا وهذا وكينساو على انه يعني كره القدم كيف كنقولوا حنا مليئه بالمفاجات ومليئه بزاف ديال الحويجات اللي هما علاش هي كتسمى كره القدم الحلاوه ديالها هي هذه يعني انا كنقول هذه فوالا فانا كنظن بانه اليوم هاد الدوره هذه من الاسباب بدا هي كيفاش بدات بدا خص تعرفها هاد كاس افريقيا كيفاش بدات واش غتكون ولا ما غتكونش حطات المدربين في واحد الموقع اللي هو خطير لان ما بقى المدرب واش يقدر يعول على انه لا كانت تلعب ولا ما تلعبش اللاعبين لا ميم شوز حطاتهم في موقف اكثر من جات الفيفا الخرجات الاعلاميه ديال الفيفا وديال المدربين ديال اوروبا
حنا ما قابلينش واللاعبين ديالنا وهذا يعني بزاف ديال 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 المضاربات اللي تضربوا اللي كنقولوا حنا اللي وقع في هاد الايام قبل الكان ما خلاتنا كلنا مولير حتى الاخير لحظه واش غتكون الكان في الوقت ديالها ولا ما غتكونش واش في الاخر تبين على ان يطو المداخله ديالو والتدخل ديالو عطى الاكل ديالو الكوب دافريك مانتوني في سميتو في الكاميرون في الكاميرون المدربين حتى الاخير لحظه خاصكم تعيطوا على اللعابه بالضغط اللي دايره الانديه على خاصكم تعيطوا على اللعابه شكون هما اللعابه اللي غادي يقبلوا يجيو واللي ما غاديش يقبلوا يجيو شكون اللي غادي يقدم اعتذار حيت ديرنييرمون كنسمع واحد اللاعب نيجيري ما باش يجي حيت كاين بعض اللاعبين مولير اللي المكانه ديالهم داخل الفرق ديالهم وفي خضم هاد الشيء كله اللي سمعناه تولدت لينا ديك المشكل ديال الزازوري اللي انا كنسميه تولد حيت ما عمره ما كان الله يرحم لك الوالدين عرفتي العباره تولد هذا مشكل تولد كان يقدر يدوز لينا بيرسون شوف مونير هذا مشكل تولد علاش هاد الزازوري واش كان كيلعب مع المنتخب لا واش كان كيلعب مع برشلون امتى بديتي كتشوفو انت يلا فهاد الشهر الاخراني دابا منين نهضر معك مونير لا ما تعطيني غير القراءه ديالك الحسابات ديالك واش هاد الوليد كان كيلعب برشلون اللي كنا كنتفرجوا على برشلون ما كانش كيلعب برشلون ولكن اش من فراج عطيني لا واش كان كيلعب ماتشات واش شتيه ديما كان تيتولير واش كان قلت لك فهاد الشهر الاخراني اللي كنشوفو كيتكونفوكا كيدخل ما عليناش انا شخصيا ما كنتش كنتوقع واحد يعيط لي حتى انا علاش انت غادي الكاميرون هاد الوليد ما لعب معك حتى ماتش دوري في فرنسا لا كان كاين في الاسبان مرحبا تلعب في برنابيو تلعب عند مايوركا وتلعب وتبيا با بروبليم الدري غادي يديه يلا خديتيه بانه ما كانش كيلعب معاك ما حتى شي حاجه كاع المغاربه يقولك وي سا بلاص ولكن دابا حاليا واش الاختيار ديالو كان غادي يكون صائب دابا هاد الوليد تخلق ليه مشكل تحط واحد المعزق اللي هو ما كانش كاع مسكين خصو انا كنظن كون كان شي تشاور ما بينه وما بين المدرب وما بين الجامعة نفتح واحد القوس هنا الله يرحم الوالدين الله يجازيك بخير مرحبا قلتي التشاور والتحاور بيان سير دور منهم بحال مع بحال هاد اللعابة هادو شكون اللي كيمشي يتحاور معاهم كيتحاوروا معاهم ناس اللي ربما يمكن الدري باقي صغير ما غيعرفش كويريه في المغرب ولكن والديه غيكونوا اش كيدير الزاكي في الاداره التقنيه واش كيدير النيبت لا كانوا مشاو لا انا ما يمشيش لا هادو لا انا بلاتي انا ما نصيفطش كاين حجي اصلا يا مونير انا جوان ديال واحد انا اللي غنمشي كاع انا وشي واحد ونهضر مع داك لو جوار ونقول ليه بريباري راسك وهذا ما كاين حتى شي مشكل انا خرجت كاع من الاطار ديكيب ناسيونال لا يمشي حيت الا دخلتي فيها الزاكي والطوسي غتولي في حوش لا نيبت 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 والزاكي غتولي في علاش اللي لعبوا في اسبانيا وربما علاقات كانوا مشاو عند شي لعاب على ما سمعت كان داك النوري واقيلا لو جي سي با اللي كان مات ليه با ولا هذا شوف احتار في هولندا فوالا الله يرضي عليك شوف منير انا بالنسبه ليا لا ديريكسيون تكنيك ولا الاداره التقنيه ولا الفريق الوطني عنده واحد الناس انا كنظن مصطفى حجي بامكانه كانوا خصو يقولوا ليه نوضه مصطفى خذ واحد الطياره وطلع الزازولي وجلس انت وياه وجيب لينا الاخبار لهذا الى هذاك كوب دافريك راه فيها 20 يوم 25 يوم تسالي لافونير ديالنا هذا انا دابا كنشوف بحال دابا زياش لعب مع تشيلسي واش عرفتي كيفاش كيتقاتل حيت ممنوع الى ما جراش ما يلعبش هذا موضوع اخر لا ماشي موضوع اخر كنشوف دابا ذاك الوليد بسبب انا عطوني بزاف ديال لي فيرسيون ولكن الحقيقيه ما شي كيقول لك على الماء شي تيقول لك على هذا واش تكرو انت زعما بانه شي غلطه كيديرها لعاب كتقدر تخاسم انا عطاك واحد ليكزومبل دابا لوكاكو مع توخيل اييه لوكاكو خرج ديرنييرمون كيهضر اشاك فوا الانتر دي ميلان وقال شي حاجه هذا شتو توخيل ادبو قال لي غادي تبقى سميتو هضرت على قال لهم المدرب جبت قضيه المدرب حطو كيفاش داروا ماتش ليفربول جوج بان حرا بان لي عاوتاني داخل كيجري ولكن سانو بيش با الفيلم باقي ما سالاش توخيل قال لهم لوكاكو كيبان لي بانه هذا اذا المستقبل ديال هذا اللاعب مع هاد الناس محترفين ما كاينش دابا حتى توخيل ما بغاش يشدو يسيسبوندي اون فوا بور توت
ويحيد لي هذا. انا علاش كنقول لك انا عندنا لعابه دابا في المستوى الكبير، انا ضد، انا نعاود نقولها ضد الفوضى. وي انا ضد الفوضى، اي لاعب يدير لي الفوضى في الفرقه ما عندي ما ندير به، ولكن انايا كنقول كفخر الدين في صالح الرايه الوطنيه وفي صالح المغرب، يمكن هذا موضوع ديال زياش مع المغرب الله يرحم الوالدين، ماشي مع واحد، حيت اللي دايم لينا هو الله يرضي عليك هو لو ماروكا، حيت هو لونترينور غادي يمشي فحالو بحالو بحال واحد عدد كبير ديال المدربين، ولكن حنا المغرب مع زياش. كيفاش مواصلين معكم مستمعينا الكرام ومواصلين مع فخر الدين هذه النقطه هذه، لان فيها بزاف ديال التشعبات وفيها بزاف ديال الاراء وبزاف ديال الحوايج حنا غادي نحاولوا نتكلموا عليها، ماشي غير في حلقه اليوم، في حلقات اخرى. بقوا معنا شادا اف ام لا بوزيتيف راديو. الا فاتك الفرصه وما سمعتيش الشادا الاسره سمع شنو داز. واش كاين الامكانيات تعطى يعني العلاج يعطي الاكل ديالو، وشنو هما انواع العلاجات اللي كيكونوا بالنسبه للوليدات؟ الوغ الا كانت مشكل عضوي سيتادير ان باغ اكزومبل نعطي مثال، يكونوا باغ اكزومبل جلاله، عند الطفل عنده جلاله من الصغر سيتادير ملي تزاد هو عنده جلاله وما تعالجاتش. وي فهاد الوقيته هادي كامله هادي تاع 10 سنين اللي دازت فالعين ما تطورش، سيتادير ان العصب البصري ما تطورش، الشبكيه ما تطورش، فهو تتكون عين عاديه ولكن الوظيفه ديالها ما تدارش. واخا نديروا الحصص تاع الترويض، شنو هما الترويض؟ سيتادير ان تنسدوا العين اللي تتشوف مزيان وتنخليو هذيك العين اللي ما تتشوفش مزيان باش غير هي تخدم، باش تولف انها تخدم والدماغ يولي حتى هو يتكونيكت معاها ويخدم معاها، فهذيك لا كونيكسيون ما تدارش. سيتادير ان من بعد 10 سنين نسبه النجاح تاع الترويض تاع العين تتنقص. ممتاز. شاد الاسره من 10 12 النهار مع جميله على شاد اف ام. الساعة الرابعة باستوديوهات شاد اف ام، موجز الاخبار مع كوثر زياد، ومن بعد غنواصلوا برنامج البطولة. انتم دائما في استماع البرنامج البطولة على شاد اف ام. تحية لكم مستمعينا الكرام وتحية لكل المشاهدين على صفحة الفيسبوك. سيمو اوباري قال لك بصراحة خي منير خي فخر الدين كاس افريقيا هذا الموسم مالي عدد الاصابات بكوفيد، لاعبين كبار قبل بداية البطولة، اتمنى ان تمر هذه البطولة بسلام وسلامة اللاعبين، الله ينجي الجميع. واحد قال لك واحد الملاحظه البارح كان سمع، الله يجزيك بخير سياسين الا كتسمع شي بلاصه هضر معنا فهادشي اسمع هضر معنا فهادشي قول لنا سمعتي قول لنا سمعتي الا قدرنا نسمع في جهه اخرى شنو كيتقال اش كيتقال سمعتي. شوف كل واحد عنده حريه الاختيار، كل واحد عنده حريه ما عمر ما تلقى اذا كان تشابه ما بقى والو، انت اختار ما عمر البرامج ما يكونوا هذا منير الا ما كانش اختلاف. الله يرضي عليك اختلاف رحمه. قال لك سيدي سي عادل الخرجه، السلام عليكم، المدرب شهد في زياش انه عنصر غير منضبط وحيد من حقه يودي من حقه. انا الاول قلتها انا مع الانضباط، حنا هضرنا غير على انا قاضي تهضرت على لو جوور ولا كاليتي ديالو ديال دابا وكنتاسفوا عليه، وحنا مع مغرب وهادشي اللي قلتي راه داخل في الانضباط قبيله. ما تدخلوش ليا مع واحد، دخلوا ليا في المغرب. المغرب واش هذاك الوليد؟ حيت واحد غدا غادي يقدر يمشي، هذا هو المشكل. سعيد اللي كيحل سمع اش قال. قال لك الاخ منير كون فخر الدين وزكريا عبوب والحمر شدوا المنتخب وتفرج في الكوره الكوره غتكون ماشي كورة وحدة كواري ستين كورة غادي تكون. شكرا لك اخويا. شكرا لك منير. واخا سي رشيد ازرار ما كاين حتى شي مشكل غادي نبلغوا الرسالة. سي عثمان سليمي فخر الدين واش كاين شي جديد؟ فين هو؟ الجديد هو انا هو الجلسة اللي جالسين انا معاك لاعب السلامة. عبد الله الوتري، هذا القجاع كيبان ما عندوش مع الرياضه خصوصا. لا لا القجاع شوف القجاع محب لكره القدم ومحب لشي حاجه سميتها نهضه بركان ومحب لشي حاجه سميتها البارسا. معنا انسان كويري في دماغه. حنا كنتكلموا غير على بعض الاشياء اللي عندها علاقه بينا حنا لداخل هنا، شي حاجه اللي لداخل ما كاين مشكل. في الخارج صورتنا في الخارج راه حنا كنا كنتكلموا بشكل ايجابي.
قال لك شي حاجه على الكاف. اه سي مجدوبي كاين واحد قال لك كاين هنا واحد طوندونس منتخبات الافريقيه ولات كدوز العمره قبل ما تبدا الكان باش تتبرك. الله يجيب التيسير في مشوار الاقصائيات. وهذه عاده تعود واحد المجموعه ديال المنتخبات اللي كيديروا داك ليسكان داك ليسكان نفس الاسطوانه كتعاود المنتخب المغربي الوحيد اللي تشكم الحراره في كل كاس افريقيا ماشي الحماق احمد مدريدي. قلناها قبل ما يمشيو واحد العدد ديال اللاعبين اللي ما عمرهم حطوا رجليهم في افريقيا يعني شيء طبيعي طبيعي غادي يتشكاو. السي رشيد ازرار حشومه ما غاديش نتمنوا حنا المنتخبات كلها تصاب باش حنا نلعبوا. لا بغينا حنا كل شيء يبقى مزيان ونلعبوا معاهم الكره حنايا وديك الساعه كون ميور كار راه الانسان عاوتاني ما يكونش فوالا داكشي اللي كاين ربما فيها خير ما يكونش معنا في هذه البطوله الافريقيه. زياش والزلزولي غيرهم المدرب يتحمل المسؤوليه الكامله مع محاسبه الجامعه اذا اخفق المنتخب. المحاسبه هي المحاسبه ما كايناش عندك في الكونترا لوبجيكتيف ما كاينش محاسبه في الكونترا عندك مثلا لوبجيكتيف هو توصل دومي فينال الا ما وصلتيش كتلغى الكونترا واش ديال المحاسبه لا والو محاسبه هي شي نهار الا ما وصلتيش لوبجيكتيف رد ليا فلوس اللي خسرت عليك ولا غندير معاك مثلا هذا السالير وعندك هذا لابريمي الا وصلتي ما تاخذهاش ونمشيو على قدنا حنا بالمحاسبه راه لا ما كايناش ان شاء الله سي هشام القميري بحول الله وقوته نفس الاسطوانه كتعاود. السلام عليكم سي اسامه مروكي السي فخر الدين انا كنشوف في نظري زياش عنده بلاصته ما عندوش بلاصته دابا نحترموا هذوك اللي مشاو بعد الكاميرون هما اللي كاينين دابا راه اشياء انا ما كنقولوش زياش راه ما جبناش الموضوع اليوم على انه كان خصو يمشي ماشي موضوع لا ماشي هو موضوعنا غير جبدنا الماتش ديال البارح مع تشيلسي واش ما كاينش شي مغربي اللي باقي كان كيتفرج واش باش يبانش ليه بانه هذا راه جوار مغربي وراك عيب البارح راه كان مع المنتخب الوطني اليوم راه ما كاينش الاسباب ما معروفاش بزاف الحقيقه عنده هو واش عنده واش اجي نقول لكم واش ما كانش يقدر يكون شي تدخل ولا شي حاجه وعطيت المثال باش بالمحترفين باش ما يقولش لك حنا راه لوكاكو راه قدم اعتذار ودار هذا ولكن شي كيوقع نفس الاسطوانه واش غنديروا نفس الاسطوانه ما عندك ما دير زياش لن يضيف شيئا الله يودي حشومه المحاسبه لرئيس الجامعه لياسر المدرب رشدي رشدي وهو رئيس الجامعه اللي غيحاسبوا رؤساء الانديه في الجمع العام ولكن للاسف هذه المسائل راه ما كايناش عندنا حنا في المغرب للاسف كاين الهضره في الكولوارات هي نمشي والله ما نسكت لهم والله ما ندير ولكن في نهايه المطاف كل شيء كيصفق كل شيء كيهز يديه كل شيء موافق كل شيء ولا سوء بغينا شي واحد ينوض يناقش يطرح سؤال السيد الرئيس كذا كذا علاش درتوا هذه علاش هذه شرحوا لنا السيد حتى ذاك النقاش ما كاينش باستثناء وقيل الرئيس ديال الاتفاق المراكشي في واحد الجمع العام اللي ناض ولا في المناظره يمكن اللي داروا في 2019 هو اللي ناض لقى واحد الكلمه. الكره الوطنيه مريضه والدليل منذ 76 لم يفوز باي لقب نفس السيناريو العربية السعودية هذا مشكل وان شاء الله الرحمن الرحيم احنا مع هاد الايام اللي معاكم في برنامج البطوله كاين كاس افريقيا ولكن في كل مره راه ضروري لانه كاين دابا البطوله ما كايناش ولكن ضروري اننا غنحطوا اليد في كل مره بحال غنديروا حلقات على بعض الامراض اللي كتعاني منها كره القدم المغربيه كنهضروا على كل شيء الا اللاعب وكيفاش هذا اللاعب وكيفاش غادي يتصنع وكيفاش غيدير ف نرجع للسؤال اللي طرحت قبيله فخر الدين الاجواء والراي العام والمطالب والطموحات هذا الشيء كيفاش كيبان لك لا هضرت معك هو باقي ما كملش عطيتك شنو هو الانطلاقه ديال كاس افريقيا هذه خصوصا هذه 2022 ودخلت لك فيها كاع المسائل اللي هي وقعت قرار تخاد صافي غادي نمشيو لكاس افريقيا حاجه اخرى المجموعه تقرات ديال واحد مابقاش عندنا الحق دابا نهضروا لا على هذا ولا على هذا فهمتي اختيار الدار اختيار الدار هذاك في الموضوع اللي جبت فيه انا زياش ولا الزلزولي ولا هذا كان مجرد كي كنقولوا حنا تقديم نشوفوا كيفاش هاد لاكوب دافريك كيفاش بدات بالمشاكل ديالها بالاختيار ديالها بكل شيء اذا حنا دابا مشينا للكاميرون المنتخب المغربي دابا راه كيدرب نتمناو كيف قلتي نتايا ما تكونش عندنا اصابات بالفيروس باش يكون على الاقل تكون المجموعه عارفين بانه عدد كبير من اللاعبين اول مره غيمارسوا في افريقيا عندي اليقين بانه لقيت اللي حطاتهم الطياره غادي يكونوا هضروا غادي تضرب فيهم هذيك لا شالور ديال اللي ما مجرباش ما كيعرفهاش اون فوا كتهبط من الطياره منير كتضرب فيك واحد السخونيه كتقول انت واقيلا ديال هذاك هو الجو ديال افريقيا
غادي بالزمنك تدخل وتعود عليه ودير. دابا المطالبه حنا يمكن واحد العدد كبير الراي دابا في الشارع كيتلاقى معك الانسان كيجي يسول كيقول لك اودي ما باينش ليا. انا نقول واحد القضيه يمكن يمكن تكون في صالحك. لانه اول مره غاديين اول مره لا اول مره لا بريبار ديال الناس اللي كانوا واحد الوقيته هذا ما 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 رشقاش ليهم ولا تيقول لك ما احنا محاش ولا راه هنا في كيوقع كيف كنقولوا حنا الاختلاف. يقدر هذا المنتخب اللي هو غادي كيف كنقولوا حنا بواحد الطريقه لاعبين اللي ما تعودوش ولا هذا غادي وسط الشك غادي وسط الشك ويقدر هو يدخل الشك في هذوك المشاركين اللي كاينين تما. وحنا كنتمناو على ان دوك المنتخبات يبقى داخلهم الشك يبقى داخلهم الشك ويقولوا بان راه منتخب هذا ويعطوك نتائج اللي تكون جيده. راه كره القدم ما تحكمش مسبقا دابا على واحد المجموعه ديال اللاعبين ولا على المنتخبات اللي مشاركه حيت كوف دافريك تفرجنا فيها بزاف ديال المرات. نهار مصر مونير حدا من ملي كتحط ديك الساعه الكاميرون ونيجيريا والسينيغال داك الشيء حطينا الجزائر رغم الباركور ديالها اللي كان واعر ما كناش كنتوقعوا على انها انهم غاديروا. وشكون اللي كان مرشحين المغرب؟ المغرب ما كانش شي واحد كيقول بانه المنتخب المغربي مع ايرفي رونالد بهذيك التركيبه البشريه اللي كانت عندنا ولاعبين مجربين وهذا كنا كنقولوا واقيلا ديال مصر الا ما كانش هذه راه فوالا كنا كنقولوا مصر علاش مصر بالحكم القرب والملاعب والجو غتعاون ولكن مع كامل الاسف تم الاقصاء مبكر. انا كنقول ان شاء الله واخا هو منير الى بغينا نكونوا واقعيين مع نفوسنا عدد كبير من المنتخبات جايه الكاميرون جايه يعني كيف كنقولوا حنا مهيئه مزيان. وزيد على هذا العامل اللي كنهضروا عليه ديال الحالات اللي كتصاب المنتخبات هذا هو يعني اليوم غدا وانت راك ما عارفش هذا المنتخب اللي غتلعب معاه باش غيدخل معاك ولا باش انت غتدخل. ثم ان الكاف علنات على انه ما كاينش تاجيل ولا تغيير مواعيد لا ما كاينش ما يديروهاش علاش الا ما عندكش 11 باش تدخل خسرتي بدو زيرو. نقول واحد القضيه الشيء الا 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 كانت هذه صمتي منير غتسالي لك انت الشرج الله يرضي عليك حيت ما يمكنش ديرها على 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 منتخب وغدا المنتخب الثاني ولا هذا ما يمكنش صعيب الحال. هذا هو السؤال ديال رشيد رشدي قال لك اذا اصيب مجموعه من اللاعبين بكورونا ما هو الحل هل ستقام المقابله؟ سهله قال لك غتوجد 11 باش تدخل الماتش. ما عندكش 11 باش تدخل الماتش او واحد الرقم واش 9 ولا 8 المهم باش ديماري الماتش حسب القوانين ديال كره القدم غتخسر المباراه بكل سهوله. وانتم دائما موصل معنا بمستمعينا الكرام برنامج البطوله على شاده اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. تحيه لكم مستمعينا الكرام وتحيه لكم المشاهدين على صفحه الفيسبوك. مشاهدينا غادي نقرا التعاليق المستمعين 4:30 ان شاء الله. مرحبا بالاتصالات ديالكم بالاراء ديالكم ونحن دائما نناقش الفريق الوطني المغربي المقبل على منافسات كاس افريقيا. نقرا بعض التعليقات. سي فخر الدين العبداتي قال لك سي منير ليس من العيب انشاء جهاز كروي على قدو اللي عنده ميزانيه كبيره من المال العام باش ما يدير والو وما يجيب سبونسور ما لا لا لي سبونسور كاينين الله يهديك ما يبرمج ما يدير جمع عام ما يحل المشاكل. كنتكلم على العصبه انت تسمح لي اسمح لي السي عبداتي خاص الجموع العامه تولي وللاسف خاص الجموع العامه تولي دار في الكولوارات وما دارش حيت الكولوارات بعض المرات هي اللي فيها انا كيبان لي ما دارش ما دارش الله يلعن بالنسبه لي ما دارش. المرجو من المنتخب الفوز باللقب وليس خسران الفلوس وعدم قول خرجنا براس مرفوع والمرجو الفوز باللقب هذا راس مرفوع ما عمرها ما كان سامونيا واشوف المغرب يا اما ياك اشوف تي شامبيون ولا صافي ما كاينش هذه القضيه ديال المرفوع كندوي معك امونيا. ما رايكم في هزيمه المنتخب الغاني امس امام الجزائر اليوم صياده ياسين ياسين هو انت قلتيها مصياده ماتش اميكال سيتا ماتش اميكال تربح فيه تبع 10 تخسر تبع 20 كيبقى ماتش اميكال الواقع هو نهار اثنين اللي غادي تلعب معاهم الجو اللي كيدور في المباراه مولاي هذاك النهار هذاك النهار في الله يرضي عليك لعبوا في قطر مع الجزائر لقوا ماتش كيزيدوا يكونفيرميو المرجو واخا ليس من العيب هادي سيمو قال لك ما هو السبب الهروب من عالم التدريب واش ما كاينش معامن اتمنى الاجابه من قلب ودادي حر وانا قلت انا الا كان شي واحد هو عنده شي فرقه ومكلف وهذا ما هي با بروبليم الله ينجيك لا انا شوف والله العظيم يجيك شي واحد اونيت ونيتو باغي يخدم وباغي يدير كون احترام
يا با بروبليم، ولكن ماشي تجي انا نقولها مونين شوف تجي وتنتقم مني لا، هذا هو المشكل اللي تيوقع. بخصوص الفريق الوطني وهذه المجموعه دابا اللي كاينه دابا في الكاميرون، كاين دابا الحديث وانت هضرتي لي على هضرتي على زياش اللي شفتيه في تشيلسي، انا نعطيك واحد الامثله اخرى ديال اللعابه اللي مشاركين. شفت غنام سايس في الماتش ديالو ضد مانشستر، تفرجت في ادم ماسينا، يعني كيبان لك لعابه في الفريق ديالهم عندهم بحال عندهم شي التزامات كيديروها، كيبان لك شي التزامات منير لو سيستيم جو، يعني التزام في منير عندهم شوف شوف عندهم واحد ان سيستيم جو، يا اما كتدخل فيه ولا ما كتدخلش ولا شي الا ما دخلتيش. انا القضيه دابا زياش لا بليبار دي تو كيبدا يسولوا عليه الناس علاش ما كيلعبش مع توخيل، علاش ما كي حيت الا ما دارش داكشي اللي خصو يدير اللي قال ليه توخيل. وشنو هو الانجليز انت جوار تكنيسيان يا با بروبليم، ولكن تبقى واقف لا دخل واحد اخر انا كي ما موين ولا لتحت كاع دون المتوسط ولكن ما يوقفش، هادي يفضل توخيل على على زياش. اذا هادو كيكونوا في واحد المنظومه، وهذه ما كتوقعش للمنتخب المغربي، وقعت حتى المنتخب السنغالي ملي شفنا ماني ملي كان مع السنغال واحد عدد كبير، كتقول واش هادو بصح كيلعبوا في واش هذا هو ماني ديال ليفربول، واش هذا هو كتبقى تشوف كتقول ما يمكنش هاد لو جوور اللي كنشوفوه حنايا اللي ما كيوقفش، كتشوفو انت داخل كاين شي واحد كيديروا كابيتان ديكيب وهي اللي عنده هي باش مشارك، ولكن شي حاجه لداخل وشي مضاربه وشي حاجه ما كايناش، والناس كتبقى تسائل، ولكن اللاعبين اللي تيقول لك باغي يمشي كتحس بهم على انه منتخب جاي بحال باغي بغي يسالي واحد الحاجه زائد بعض المرات كتلقى شي مدرب اللي كيكون عنده واحد 20 ولا 24 فوق الطاقه ديالو وما تيقدرش عليهم. وي وهادي لاحظناها ما تيقدرش يجري ذاك المجموعه. السؤال ديالي في خير الدين دابا هاد المجموعه، وكاين هنايا قدامنا واحد المجموعه ديال الارقام اللي كتخص التنافسيه ديال هاد اللعابه مع الفرق ديالهم، واش التنافسيه وشحال لعبتي ديال الماتش ولو ريتم ديال لا كومبيتيسيون، واش لعبه في ليكيب ناسيونال؟ لعبه انا نعطيك واحد اكزومبل دابا علاش تهرب؟ هذا الماتش اميكال اللي غنلعبها دابا الجزائر وغانا مهم بزاف. فاش الاهميه ديالو؟ والاهميه ديالو انك لعبتي ماتش اميكال ومع فريق مع منتخب اللي هو مشارك في كاس افريقيا وفي واحد الظرف اللي هو زوين، اسبوع تقريبا عندك ولا هذا وتلعب مباراه مزيان، بالعكس كتشوف اللعابه ديال المجهزيه ديالهم، الى وقعوا شي اخطاء مزيانه ليك، مزيانه للجزائر ومزيانه لغانا، حنا كنا كنتمناو هذوك لي ماتش ديال ليكيب ناسيونال يتلعبوا، على حنا ما كرهناش المنتخب المغربي ديالنا كون واجه شي منتخب اللي في الكاميرون. وي وتشوفوا لي كونديسيون ديال دائما المجموعه الاخرى ولعبوا معاه وهذا يا با بروبليم، كان يقدر المنتخب المغربي يمشي لقطر ونعرضوا حنا على شي فرقه وليو باش تجي ونقولوا لها تلعب معنا تما، على واحد ما يبغيهاش راه غادي يبغيها. دابا حنا ارينا دو ماتش اميكال جوج وكان مبرمجين كاع معسكر قبل. لا كنقول لك وي كورونا هي اللي دارت هاد المشاكل كامله، ولكن غنرجع معك في السؤال ديالك واش مزيانين؟ بالعكس منير مزيان ماتش اميكال كيخليك تشوف الدراري وتشوف بزاف ديال الحوايج. هذا الجانب الاول من التنافسيه. الجانب الثاني من التنافسيه ديال كل لاعب بوحده، واش لعبه كل واحد شحال لعب مثلا في هذه السيزون هذه، لان كاين بعض الارقام هنا اللي شي شويه مخيفه صعيبه. بحال مثلا ان جوور تيتولير بحال ايمن برقوق اللي لعب طيله هاد من ديبيو سيزون 6 ديال لي ماتش مع فرقته بالمجموع ديال 180 مينوت 180 دقيقه، مع انه لاعب اللي عنده اللي كيبذل داك الجهد وداك الشيء، وشفناه في السته ديال لي ماتش اللي تلعبوا هنا في المغرب، واش يقدر يلقى شي صعوبه؟ هذا سي تانكا تقدر تلقى شي صعوبات في فضاء اخر في جو اخر في منير. هاد اللاعبين داخلين لواحد المنافسه صعيبه، منافسه كتطلب واحد الجهد بدني، جهد تقني، جهد ذهني، كتطلب كل شيء. حيت الا كتلاحظ معايا اللي كيفوز بهاد اللقب شوف الباركور ديالو كيفاش كيكون بدا يعني ملي كيساليو ملي كتشوفهم كيبكيو وكتشوف اللعابه طايحين للارض، منافسه اللي كتكون صعيبه. الماتش كلهم سون دي ماتش ديفيسيل، تري تري ديفيسيل، غير هذوك ديال المجموعه تيخلقوا لك مشكل بعدا.
تيخلوك انت كتلعب وكتفكر في الفريق الاخر اللي متواجد معك. انت كتربح وانت كتفكر، انت كتخسر انت كتفكر، كتعادل كتفكر، ما كتدوز دور المجموعات حتى كتكون شبعتي ماتشات، عندك دي بليسور، عندك عياء، عندك بزاف د الحوايج، كتلقى قدامك عاوتاني انوتر ماتش تري تري ديفيسيل. انا دابا هنا كيدوزوا دوك اللي كيف كنقولوا حنا كتصفى الامور جوج الاولين واحسن الثالث، المهم تيبقاو على هذوك اللي فهنا منير. دابا 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 حاليا الحكم مسبقا على المنتخب المغربي اول مره حنا غاديين، انا نقولها لك وغاديين بلاعبين اللي واحد العدد كبير فيهم يمكن غتكون عندهم اول مشاركه لهم في كاس افريقيا ولا الحضور ديالهم افريقيا، اول خروج لافريقيا. اي غادي ما عرفناش شنو الوجه اللي غادي يقدروا يظهروا به، غير باش نجي انا كفخر الدين دابا ونقول لك لا وما يمكنش ونسبق الاحداث، ما ماشي من الشيام ديالي، ما عمرني ما نديرها. كنمشي تدريجيا مع المنتخب الوطني ومع كاع المنتخبات الحمد لله اللي شاركوا، ما كاينش شي واحد ما كيمشيو ما نعطيهش اكثر من اللي كيستحق، وما نهبطوش من سميتو، نمشيو معاه منير بالحضور ديالو وبالمباريات ديالو. عندنا نهار 2 مباراه وي ما بقاش شي حاجه بعيده. دابا حتى هاد الهضره اللي كتقول انت وانا واللي كيهضروا فيها الناس كتبقى غير مجرد كلام ولا حبر على ورق. الميدان حميدان كيف كيقولوا دوك الدول الخليجيه، وحميدان هو اللي غادي يكون نهار 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 2 منير مع الخمسه، وقلت لها تجلس امام شاشه التلفزه ديالك لا انت لا المواطنين لا الجمهور، غادي نربعوا يدينا وحنا في امس الحاجه ونشوفوا المنتخب الوطني. علاش؟ حيت ماشي هو هذا المنتخب اللي شفناه في الاقصائيات ندير كاس افريقيا ندير كاس العالم في المغرب، خلي كاس العالم، انا كندوي على كاس افريقيا اللي دازت عندنا، اللي ربحنا فيها كاع الماتشات مع غينيا ومع السودان ومع اقصائيات كاس العالم هذيك ما عليناش. هاد الاقصائيات كامله اللي شفتيها خليها عليك ابار، هذيك دازت الله يرضيك، لعبتي في 8 د الليل والحال بارد وفي تيرانك لا كاع المسائل اللي كانت عندك فهي الظروف كانت في الاتجاه ديالك مزيان ولكن في هذوك الماتشات نطلب انا من الناس يعاودوهم، وغيلقاو بانه راه كانوا شي حويجات اللي ما كانوش خصهم يكونوا. راه اوروزمون تلاقينا مع فرق اللي هما ضعاف بحال شي حوايج وقعوا في الماتش ديال غينيا. فوالا لي زاتاكون ديالهم ضعاف ديفونسيفمون، اذا شفتي الاهداف اللي كنا سجلنا غتلقى بانهم راه هذاك الدفاع راه ماشي هو الدفاع اللي غتلقى دابا من هنا جايين هادو دابا، وهادو دابا هنا وجل المدربين في كاس افريقيا منير اش كيديروا؟ كيعتمدوا على دفاع وسط ميدان قليل فيهم منير اللي كيخرج يلعب لك الكره وكيمتازوا بداك راك انت عارف الدفاع البدني. الدفاع البدني حنا اللي كنتمنى ان شاء الله نهار 2 هاد المباراه ديال غانا هي المفتاح بالنسبه لينا حنا، المفتاح ديال الدور الاول ديال الكومبيتيسيون كله. لا منير ديال ما تزرفش يا منير الله يرضي عليك ما تزرفش عطيناك ساروت بغيتي تدخل لكاع البيوت تحلم ودي واش الدور الاول؟ عطيناك عامي منير عطيناك عا ساروت واحد واش ديال الدور كيما باغي تزيد ديال الدور منير غتفتح منير قول لي شنو غتفتح غانا برومي ماتش زوين الى ربحتيه انا نقدر نقول لك نعطي للمغرب ديك الساعه 50 بانه غادي يدوز للدور الثاني. يعني المفتاح ديال الدور الاول قول لي الدور الاول شوف غانا غانا الماتش ديال غانا يربحوا المغرب نعطيه انا 50% نرشحوا على انه دايز الدوزيام تور، والهضره تكون من بعد الهضره من بعد تسولني باقي لك الكابون وليزيل منير من بعد الهضره تقول لي من بعد انا، اما دابا غانا غانا هذا الماتش هذا بالضبط منير ماتش مهم للمنتخب المغربي. نختم بواحد التعليق عبداتي قال لك سي منير فين ما كيطلع شي رئيس فريق او مسؤول جديد كيقول لك انه في الاسبوع الاول كيخدم ليل ونهار وما كيرتاحش ومن بعد كياخذ 4 سنين والباقيه كلها الراحه والنوم نرجع قلبوها مرات انا واحد القرارات خرجت كنشوف فيها عاوتاني كتفاجئني يا منير
توقف مدى الحياه لواحد العدد كبير ديال الرؤساء. احنا جايين لها باش تجي لهم ولاش؟ احنا جايين لها. لا بلاش. طبعا مستمعينا الكرام احنا موصل معكم برنامج البطوله على شدا اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام. نذكركم مستمعينا الكرام بالارقام الهاتفيه للتواصل معنا 0522 36 10 36، 0522 36 05 36. فخر الدين، شنو هي المشاركه ديال الفريق الوطني المغربي اللي باقي عقل عليها نتايا؟ بزاف ديال المشاركات. شي حاجه عندك انت استثنائي؟ لا ما كاين. شوف من غير ديالكم في 92. لا شوف جميع المشاركات الافريقيه الا وكتكون فهمتي ديال 92 راه كانوا قبلنا 86 الدراري اللي كانوا مشاو لمصر، راه كاع المشاركات اللي كانت هذا كانت مزيانه. سبحان الله العظيم كان شنو اللي كان ناقص ما كتفهمش. لان اللعابه لا غير واحد القضيه، غير هو الفرق اللي كاين كاين في الامكانيات اللي توفرت مؤخرا والظروف ديال السفر وكل شيء، هادشي ما نحيدوهش، هذا هو الفرق اللي كاين. اما من ناحيه لاكاليتي ديال الجوار بالنسبه لي انا واحد الوقيته تجمعوا لاعبين اللي تبارك الله ما نهضروش على طار الخلاج والسلامي والسفري وشيبا وشيبو وتجي ونيبات وانت احمد البجا ولا داودي، واحد العدد كبير ديال اللعابه تبارك الله خيره اللاعبين الغريسي، واسمح لي ما ذكرتش واحد. كاين شنو كيوقع حتى ما كنتوجوش مع هذه الاجيال، ولكن هما مشاو لكوب دي موند وبانوا بوجه احسن. وهذا الجيل انا كنقول ما يمكنش هاد اللعابه اللي ذكرت ما يكونش عندهم لقب افريقي. سيرتو ذاك ديال 98. هذا كتقول هادو لاعبين واحد الوقيته كتقول ما يمكنش هادو ما يكونش عندهم لقب افريقي. كنجيو للجيل اللي واحد الوقيته تجمع مع كيرات اللي مشاو 2012 في قادوري وفي نيبات وفي كل شيء رشح المنتخب. ما كانش نيبت. نيبت نيبت ما عرفت 2012 لا سالا نيبت ديك الساعه سالا قلت لها بدر قادوري. لا بدر قادوري بن عطيه وانا كنقول في هذيك الوقيته مع مدرب اللي جابوه اختاروه على اساس يفوز باللقب وشويه كيعرف يجيري هذا، ولكن ما ثم مع ايرفي رونار 2019 ايرفي رونار هذيك هي الدقة اللي المغاربة كاملين ما كانوش كيتوقعوها. ما كاينش شي واحد متشائم تهضر معاه ما كيقولش على ان احنا مرشحين وحنا غنفوزوا باللقب وعندنا الامكانيات وصفري. امكانيات كتوفر طائرة خاصة، احنا كنقولوها كلشي كلشي لا كويزين ديالك سبيسيال كلشي سبيسيال، ولكن ما كتفوش. انا اللي كنت كنقول الغلط اللي وقع وقيلا ما عمرنا ما جينا وجلسنا. سولتيني وقلت لي ما عمرنا ما جلسنا. كاين مورا 2019 شوف منير ما عمرنا ما جينا وجلسنا وجبنا الناس ذوي اختصاص ماشي ذوي اتفاق. ذوي اختصاص اللي غادي يجي ويهضر معاك ويقول لك فوالا هالغلط وهالغلط وهالغلط. مع كمية الاسف ما كنديروا والو. حنا اي فوا كنجيو شي تظاهره نص في ديك الفرقه كنجريو عليه وكنعاودوا من الاول كنعاودوا عاوتاني من الاول وكنبداو نديروا عاوتاني بحث على مدرب عالمي عالمي اللي ولا كنمشي نشوفوا شي منتخب نجح مع شي منتخب. دابا ايرفي رونار كتلقاه مع زامبيا ومع الكوت ديفوار ولكن راه مع لعابه هو اللي كان عنده سميتو. الوقيته اللي دخل هنا حتى حاجه من داك الشيء اللي وهذا مشكل مطروح. نهار اللي غنبداو نجلسوا ونبداو نناقشوا منير الايجابيات والسلبيات وبعقليه احترافيه يعني سؤال وجواب ونوليو ونقاش ونقاش ما تخافوش ما تحشموش. راه المانيا خسرت 8 مع البرازيل البرازيل خسرت والمانيا من بعد منين طاحت مع هذا وهذا جاو لايروبور كلشي كان كيقول لك المانيا غادي مدرب الناس جلسوا في لايروبور داروا طابله في لايروبور راه انت هو اللي غادي تبقى حتى 2000 وهذا وهذا. سديتي على اي واحد غادي يبدا ديك الساعه يقول شكون المدرب فضيتي عطيتي لهذاك المدرب قلتي له زيد خدم مع راسك ولكن راه ما تبقاش في واحد الوقت من الاوقات. نمشيو ناخذوا معنا اول متصل في حلقه اليوم عقام من خنيفره. مرحبا سي عقام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام عليكم سي عقام. تبارك الله عليك خويا. الله يبارك فيك. الحمد لله شكرا لكم على البرنامج اللي دايرين لينا البرنامج ديال البطوله. راه كنستافدوا منكم شيء الكثير. الله يبارك فيك. مرحبا سي عقام. مرحبا. خويا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي اييه يعني خاصنا يعني حنايا ديما مثلا كنمشيو ديما حنايا كنرشحوا روسنا بلا ما يرشحنا حتى واحد اييه
ولكن واش ما بغيناش نستافدوا من هذه النقطه؟ كنمشيو ديما مرشحين ديما جايبين الكاس قبل ما يتلعب، بغيناش نستافدوا من النقطه هذه النقطه يمكن حنايا كاع هذا العام عاوتاني غنمشيو صافي الكاس غادي نلقاو في المطار وغادي نرجعوا. لا ما كنظنش السياقه خويا منير والله لا شوف قال لك كثرت الهم كضحك. لا اضحك غير شوي كاين مشكل والله الا خويا شوف منير هو خويا فخر الدين ديما كيشير لشي نقاط خاصهم يوقفوا كيما كيقولوا حنا تنجيبوا السماسره ما كنجيبوش اللي كيوقفوا على الطبله وكيوريونا حوايج مزيان. لا لا بلاتي فخر الدين قال لك اللي كيجلسوا على واحد الطبله، انت قلت لي كيوقفوا على الطبله، عندنا اللي كيوقفوا فوق الطبله. وعندنا عاوتاني السماسره اللي كيتمصروا، عندنا السماسره اللي كيتمصروا ما خلاوش الكره تزيد المغربيه باكملها ماشي غير المنتخب ولا الانديه. خاصنا نعيدوا النظر، الا بغينا نديوا القاب، خاصنا نعيدوا النظر في الكره ديالنا. وكنحييكم الى اللقاء. شكرا لك شكرا لك. غير للتوضيح راه كاين اللي كيوقف فوق الطبله. طبلا كيطلع يدردك فوق منها هو عاود درك كان عاود درك زيد دردك عاود دردك زيد دردك. ما بغيت المشاركه ديال الفريق الوطني المغربي اللي جيتي تشوفها كتلقى من الاجحاف انك تبدا تهضر على واحد الفتره ديال واحد الجيل على حساب الاخر لان كل جيل كانت عنده واحد الظروف. منير منير شكون اللي بغى يدير هذه القضيه هذه؟ بالعكس كل جيل تعطي حقه. انا غير جاي على اللسان كل جيل هو اللي كتعطي حقه غير هو اللي كيبقى السؤال اللي مطروح وانا معاك وحتى الجمهور المغربي تيقولها. دابا كاين واحد عدد كبير من الجماهير كتغضب وانا متفق معاه تيقول السي فخر الدين كتبقاو تقولوا لنا اعطيونا شي واحد دار شي حاجه وانا متفق معاهم كل واحد عنده ما كاينش اللي ما شاركش وي فهمتي غير هو ملي كتهضر على المنتخبات الله يرضي عليكم ارجعوا للوراء وشوفوا القيمه ديال دوك المنتخبات المشاركه اللي كانت والظروف ديال الملاعب والظروف التحكيميه والظروف ديال المبيت الظروف ديال بزاف ديال المسائل اللي اليوم ما بقاش المنتخب المغربي كيتسناها ما بقاش يعني فندق خاص مطعم خاص طباخ الفراش يعني المسائل ديالك خاصه انت كتولي التفكير ديالك والشغل الشاغل ديالك هو اداء مباراه ديال كره القدم والانتصار هادشي اللي كاين. انتم دائما في الاستماع الى برنامج البطوله على شريف ام قوم معنا مستمعينا الكرام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شريف ام ونمشيو ناخذوا متصل ثاني في حلقه اليوم معنا عادل من نيويورك. عادل مرحبا. السلام عليكم سي عادل. الله يسلمك. الله يسلمك سي عادل بارك الله فيك. الحمد لله. كي داير الاحوال عندك تما بعدا؟ الحمد لله الله يبارك فيكم كلشي مزيان. ما شويه الحيطه والحضار والله يلطف بينا اخويا. مرحبا بك. المنتخب المغربي لاحظت واحد الحاجه انا نهار عقلت المنتخب المغربي مع كانوا متبعين ومعولين عليه. بحال كتشد فيه العين. شوف راه واخا نبعدوا منه راه يفوت بريمير تور يبان لك ماتشات زوينين عاود تبزز منه كتقرب عاوتاني غترجع. شي اللي متبع عاوتاني كتغوت يعني المهم ما علينا الله يصلح عليهم. وواحد الحاجه بغيت نسول فخر الدين. نعم خويا. كاين شي اذاعات في اليوم في اليوتيوب ولاو تيدوزوا البرنامج ديالكم وتيقولوا فخر الدين يفجروها فخر الدين المنتخب على الجامعه بيشوفوا لي بعد انا مسكين فخر الدين. لا لا غادي يمشي يذبحنا. لا لا شوف سي عادل الو. لا لا هذاك يمكن حنا دوزنا الميساج والسيد راه اعتذر كان كيدير عنوان ديال راسو كياخذ البرنامج وكيدير كل شيء. كاين اذاعات بزاف ملي كنمشي في شوف المشكله هو ملي كدير انت واحد العنوان كيدخلوا الفلوس على داركم. لا كدير عنوان في شكل وانت داخل من القراءه ديالك ملي كتدخل ما كتلقاش داك الشيء كله ما كاين منه والو فهمتيني اش بنقول لك؟ هما كيديروها باش يجيبوا عندك انت الناس ملي كتجي تقرا كتقول بلاتي يجيبوا لنا المتتبعين ولكن ماشي بهذيك الطريقه كي قلتي انت ماشي على ظهرك. حنا نتمناو اخويا هذه الفوضى اللي كاينه
ما عرفناش راه حنا كنديروا في الاجراءات ديالنا مع حنا والاذاعه ديالنا باش ان شاء الله كي قلتي انا بالنسبه ليا من النظر ديالي لحد دابا بالنسبه ليا من حيت كاين ناس بزاف اللي كيتبعوا البرنامج وبعض الناس كتكون ما كتشوفوش ولا هادشي انتوما ديروا ديك القناه والناس يتبعوها ديالكم. الله يرضي عليك. ان شاء الله راه حنا في اطار هذه القضيه. هذه القضيه راه هي مطروحه اخويا عادل. لانه دابا كندخلوا بعض المرات ما كتبعش البرنامج كتجي كيبغوا الناس اي واحد عدد كبير كيبغي يدخل حتى الليل. انا واحد عدد كبير حتى الليل عاد كيدخل يشوفوه. دابا تدخل بالليل لاباج فيسبوك ديال شادي اف ام راه غتلقى فيها الحلقه كلها. ومرحبا بك السي عادل. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لك السي عادل. فهاد الوقت اللي متبقي اخي فخر الدين واكيد انه اليوم يلاه شويه كنسخنوا مع المنافسات ديال كاس افريقيا وصراحه شي حاجه اللي كتكون شي شويه مزعجه ملي كتشوف حالات هنا وحالات هنا اخرهم الكابون اللي بقينا ثلاثه ديال الحالات اللي عندهم منهم قبل المساكنين في المنتخب التونسي في تونس. دابا المشكله دوك اللي كتجيهم في الاول باقي ما دوش المباريات راه شويه راه المشكل اللي غيكون مطروح عندك هو المنافسات فوالا مع انطلاق صفاره الحكم وبدات تسمع ديكا فهذاك الشيء غنبدا نتكلم على ان المنتخب داو الفراش وداو داك الشيء شيء طبيعي. منتخب غادي لواحد البلاصه وغيخافوا حتى هما غادي يديروا هذا الشيء داخل في الاجراءات. نتمنى غير هذا الشيء يتوج بشي نتيجه ان شاء الله. نتمنى انه يتوج بنتيجه ان شاء الله ولقاءنا المقبل ان شاء الله غيكون مع المنتخب الغاني يوم الاثنين. الحديث كلشي على كاس افريقيا والناس الاهتمام بالميركاتو وداك الشيء قل شي ديز بارد. فين هو الميركاتو؟ كاين ميركاتو. فين هو؟ كاين الميركاتو في خالد الدين. كاينين اللاعبين؟ ها؟ كاينين اللاعبين؟ بلاتي كاين اللاعب اللي سينا باقي ما سيناش، كاين اللاعب اللي مشي بريطي وما سيناش. انا اعطيني غير هاد اللاعبين اللي كاينين في هاد الميركاتو اللي موجودين الان حاليا يعني كاينين. موجودين في فراقهم. ما عرفت، بغيت نشوف انا الاسماء ديالهم واعطيني اش داروا في هذا لالي كله واش كان شي مستوى. انا هكا هضر معايا. انا بغيت نمشي معاك للفوق من هذا الشيء كاع كامل الميركاتو هذه غير تفاصيل. ذاك النهار عقلت واحد البلاغ ديال الجامعه اللي قالت بلي غتمدد فيه تاريخ انطلاق الميركاتو حتى 15 وغيسالي نهار 30. علاش؟ قال لك باش يعطيو الوقت للانديه يجاوبوا على واحد المجموعه ديال المتطلبات في دوك لي دوسي ديالهم واخر اجل تقديم هذا الشيء هو 14 يناير. انا بغيت غير شي مغربي في هاد البلاد ولا شي واحد في لا فيدراسيون يقول لي دابا انا غنحط الدوسي ديالي لو 14 واش زعما كاين شي واحد اللي غيقرا الدواسه ديال هاد 70000 فريق اللي عندنا حنايا وفي البلاصه غادي صادق وغدا انا غادي ندخل للميركاتو ولا انا غادي ديجا راه شاري وبيع وقبل ما تشوف انت اللي غادي تشوف هاد الدوسي ديالي وغادي تقلب واش كاين شي حاجه ولا ما كايناش. يعني غير شي واحد يشرح لينا لانه شيء اقرب للاستبلاد مع العلم انه هاد التاريخ هو راه مازال ما بديناش 15 وحنا كنسمعوا دابا تعاقد ووقع وشي مصور بالتوني شي مصور شي كيخرج يصرح كاع. يعني كفى الله يرحم الوالدين. يا اما نحترموا هاد التاريخ ياك ما كنخربق فخر الدين. لا والله كتخربق نورمالمون نورمالمون كتخربق حيت راه بالعين المجرده كتسرح عينك دابا. هذا هو اللي كاين دابا ياك دابا هادشي اللي جاي دابا هي غادي هكا الامور مشاريير ماشي مشاريير. انت دابا كتخربق ايوا صافي اذا شتي دابا ملي كتخرج دابا وانت تقول بحال دابا هادي 8 الصباح وهي راه عندك في المكانه 8 جا شي واحد خرج لك 10 هذاك هو اللي عنده الحق. انت كتكذب ايوا صافي حكيتك انت هادشي سمعناه وسمعنا قرارات وسمعنا بانه غيكون وغيكون 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 ها هو دابا شتي كتقول فيه انت. انا راني عايش هنا كنسمع انتدابات هنا وانتدابات هنا وانتدابات هنا. فين هو التاريخ المحدد؟ 15 لا فين هو؟ فين هو الاحترام ديال هذا وفين وفين وفين؟ وتبقى غادي ما تساليش. ورئيس الجامعه في الخارجات ديالو كيقول لك راه اللي ميركاتو هو هذا اللي عنده غادي يدخل اللي ما عندوش ما عندنا ما نديرو ليه ما يدخلش. ورحنا عارفين كلشي هاد الفرق راه ما عندهمش. شتي نقول لك واحد القضيه يمكن ما كناش خدامين. المباراة الأخيرة اللي شتنا ديال الرجاء والجيش. في الرباط. نورمالمون إلا كان رئيس الجامعة وكان مسؤولين ديال الكرة خصهم يشوفوا
يوضعوا واحد علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام كبيرة، فهمتي شنو نقول لك؟ ملي كتشوف انت توصل كتشوف لي ماتش غيبداو يدوزوا بهذه الطريقة، كتقول خص توضع سؤال، حيت هادو هما لي كلوب فار اللي كنقولوا حنا، واك رجاء لا فيترين، الجيش الملكي، المغرب الفاسي، بركان، بركان، وحنا غاديين واحد العدد كبير ديال 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 الانديه المغربيه اللي نورمالمون ملي خصك تدخل تفرج خصك تكون عشاقه. حنا راه باقي الان كنتعذبوا، تصور مباراه ما كاينش محاوله فيها الى شتي شي حاجه في لا بريمير ميطون ابار لو بينالتي اللي واقيلا فيه ما فيهش الله اعلم انا ما هذا دوزام ميطون كاينه اصابه ديال التعادل، ولكن ملي كتجيش في الماتش كله انت جالس باغي تفرج راه ما يمكنش يا منير، ما يمكنش يا صاحبي، انا داني الناس والله الا داني الناس الماتش، لا جمهور الرجاء ولا جمهور ديال الجيش ما تنظنش كانوا متفقين على ذاك الماتش، لا ما عجبهمش ما تنظنش من خلال داك الشيء اللي كنقرا وداك الشيء اللي انا بلا لا شوف ما تنتصورش انا جمهور الجيش وجمهور الرجاء واكثر هي جمهور الجيش، تصور فريق ما وصلش 45 دقيقة عاود دوزام ميطا وهز ستيلو وشوف جمهور الجيش والراجع يشوفوا هذيك المباراة بحال هكاك وتجي انت تهضر معايا وتقول لي البطولة والانتدابات وهذاك الشيء غريبة صاحبي، شي حاجة كاينة اشنا هي؟ انا فخر الدين ولا انت منير ولا هاد الناس الساكن اللي كيستمعوا لينا بعاد على المشكل، انا بغيت نشوف دوك الناس اللي معنيين. اسمع لي يا فخر الدين ندير واحد لا ترونزيسيون نعطيك واحد السؤال فيما تبقى نجاوب غير واحد قال لك جواد بوشرى، جواد بوشرى البوعاني قال لك فخر الدين كلشي كحل واخا بلاتي انا زعما الراي ديالك انت ما عجبك حتى شي حاجه، انا غادي نزيد على هاد الهضره بماذا تشوف السير السي جواد؟ ولا هذا سؤال حتى لفخر الدين ان واحد من اللعابه اللي كنا كنقولوا راه احسن لاعبين احسن الموزعين في البطوله اسيست وهذا اللي هو عبد الى حفيظ كيف تشوف السير في نهايه المطاف كيمشي للنادي اللي كيحتل المركز الاخير في البطوله السعوديه ما كاينش كيف تشوف السير ان واحد اللي العام اللي فات مضاربه عليه من الفراقي ولاعب موهوب هذا اللي هو ادم النفاتي مشى للامارات الاماراتي ما ضمنش بلاصتو وهو غيتم راجع واش ما عندناش مشكل ديال لو جور ماروكا عندنا الجو ديال الجو ماروكا عندنا مشكل ديال بحال هذا اللي دابا اللي هضر هذا السيد هذا ما عرفتوش مرا ولا راجل بوشرى قريتي لي بوشرى جواد بوشرى بوعاني ايما بغيت نقول ليه الا كيقول لي فخر الدين سميتو الحمد لله بشهاده ديال الجامع انا ملي كنكون كنناقش الكره كنناقش بطريقه مزيانه وقيل لي الله على الراديو يمكن انا ملي كنت كنهضر على المغرب اش قلت قبيله قلت لك المنتخب المغربي ما نحكموش عليه دابا وانا ما عمري ما كنت كنزرب لا ميم شوز بالنسبه للمحلي اللي كان هو مشى لسميتو وان شاء الله نقدروا نربحوا غانا ان شاء الله رحمة الله وما نديروش بحال اللي كنا مولفين كنديروا افخر الدين ما غايجيش هنا ويبدا يغني ويغوت ويقول احنا راه دينا احنا راه ماتش واحد ديال غانا وحيد الدراري الله يرضي عليك ونبداو ثاني من دابا خربان لا والاغاني وداك الشيء هذا هو المشكل انا بغيت نقول سي جواد الا كان كيصوتني بصح يفرحني الا كتبان ليه هو شي حاجه بيضاء يقولها ليا فاش فاش اللي كنت كنهضر عليه دابا واش عجبو الماتش اللي داز الاخراني واش عجبو النيفو ديال البطوله واش عجبو المستوى ديال اللاعبين في المغرب كيمشيو من فرق كبيره وكيحترفوا في فرق صغيره وكيقدروا ما يكملوش كيرجعوا بغيتو تشرح لي كيكملوش دابا هاد الدري مسكين دابا هاد المشكل ديال واحد العدد كبير ديال الدراري اللي كيكونوا لاج ديالهم صغير وما شافوش واقيله وما كيعرفش ما الا كنتي متبع الكره ديال المغرب اتونسيون واحد عدد كبير ديال اللاعبين من البطوله الوطنيه ومشوا لفرق كبيره وحكموا في اوروبا حكموا في اوروبا ها ولا حول ولا قوه الا بالله شكرا لك لا حول ولا قوه الا بالله لانه هذا النوع ديال هاد التدخلات هما اللي تيخليو على ان كيف كنت كمنير ما عمرنا ما ماشي هكاك انا الحمد لله حنا نبقاو دائما غاديين في نفس الراي ديالنا بغا انا نقولها عاوتاني راه ما تسناش مني تشعل الراديو وتسمع مني شي اغنيه ديال كان يا ما كان شكرا لك فخر الدين شكرا المراد في خراج حلقه اليوم نتلاقاو غدا ان شاء الله بقاو دائما اوفياء لبرامج شدا اف ام الى اللقاء